مساء الخير يا كريم، كل سنه كل وانت عليك طيب. وانت بالصحه والسلامه. الهوان دو كل حضراتكم في احسن صحه وحال. مساء الخيرات والبركات والنفحات على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. نفحات وبركات بنستناها من السنه للسنه، واي واحد عاقل في الدنيا لازم يستنى رمضان من السنه للسنه، ولازم يستغل كل لحظه فيه. دي ايام جميله، ايام مباركه كلها نفحات، فلازم نتعرض للنفحات دي. كل لحظة في رمضان لازم نستغلها كما يجب أن يكون الاستغلال عشان نطلع منه كسبانين. خسران خسارة كبيرة جدا اللي هيخلص رمضان من هنا وهو ما كانش من العتقاء، ما كانش من المقربين. رمضان فرصة عظيمة جدا ان احنا نعمل وقفة ونفرمل، لان الدنيا واخدانا احنا كأننا في خلاط دنيوي. كل يوم من ايام السنة بتيجي علينا بقى نفحات وبركات شهر رمضان، وتحسوا كده ان الايقاع نزل كتير. فكل سنة وكل حضراتكم طيبين واهل بيتكم طيبين وفي احسن صحة وحال يا رب. زي ما هواند قالت لحضراتكم بالفعل اكيد هنتكلم النهاردة في كل التفاصيل اللي هي ذكرتها، وبطبيعة الحال لن يخلو كلامنا من كرة القدم ومن النادي الاهلي ومن منتخب مصر لغاية دلوقتي. الحقيقة يعني محترفي مصر عاملين شغل رائع، محمد صلاح وعمر مرموش هم اللي احرزوا الهدفين حتى هذه اللحظه، وان شاء الله يكون في مزيد كمان من الاهداف، واي حاجه هتستجد اكيد هنوالي حضراتكم بيها اول باول.